السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراز. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة اللي تخلي الرجلين نتاعك بإذن الله تروح منهم هذيك لوح كحولية، تروح منهم الحروشية، راح يولوا وردي، يعني رطوبة ما شاء الله. العرايس والكامل نسا جربوها وردوا لي الخبر، راني جربتها شخصيا والطريقة تاعها سهلة، مقاديرها بسيطة ونتيجة رائعة رائعة رائعة، راح تلاحظيها من أول استعمال ان شاء الله. نبداو على بركه الله. نحتاج الى نصف ملعقه صغيره من الطماطم مصبره. الطماطم المصبره عندها دور كبير في تلميع وتبييض. عندنا ايضا هنايا صابون كما نقولوا بلدي، هذا اللي جبته هنايا مخدوم بالليمون. نتوما جيبوا اي نوع صابون بلدي، اي نوع صابون بلدي عندكم ديروه. انا عندي هذا تاع الليمون خدمت به. نجيبوا القليل من العكر الفاسي. العكر الفاسي راح يعطيكم تبييض وتوريد للقدمين، ديروا غير شويه منه. ديما نقول لكم، شفتوا هذه القرعه راني درت منها شحال من وصفه وقعدت عندي، راهو قاطع وقوي ياسر. ديروا شويه برك من العكر الفاسي. هنايا نص صاشي نتاع خميره الخبز ديروها ايضا، راح تخلي الرجلين تاعكم يتفاعلوا وتخلي تنحلكم هذوك الميكروبات وهذيك القشره السوداء اللي من الرجلين. عندنا ايضا هنايا الشب هذيك الحجره مرحيه درت منها نصف ملعقه. عندي ايضا هنايا العرعار، عرعار مرحي درت منه تقريبا ملعقه كما راكم تشوفوا. هذه الكميه اللي راني ندير لكم فيها راح تكفيكم لمده يومين او ثلاثه. بعد عندي عصير القارص. الوصفة هذه راهي اللي فيها القارص تفيد للبشرة العادية، اللي عندها حساسية للبشرة تاعها من القارص او من حوايج الحامضة ما تديرش القارص. لكن ديما نقول لكم هذه الوصفة تنفع للناس اللي عندها بشرة عادية. شوفوا هنا بدات المكونات تتفاعل كي درت القارص مع الخميرة، هكا نخلطهم مليح مليح حتى يتجانسوا وينسجموا مع بعض. من بعد رايحة نقول لكم كيفاش رايحين تستخدموها. تجيبي هذا الخليط ديري به رجليك يكون نظاف، ديريه مع الرجلين يكون نظاف. بعدين تحطي الخليط كامل تاعك وتغطيه بصاشيات وتباتي به كيما حبيتي. تحبي ديريه عشية كاملة تغسليه في الليل، تحبي تباتي به عادي. من غدوة صباح جيبي هذيك الحجره وادخلي عليها حكان وباذن الله راح تلقي نتيجه. كذلك هذه الوصفه تقدروا ديروها في اليدين، تبقوا زوج سوايع تخليها في اليدين تاعك والتجربه والنتيجه ما شاء الله. جربوها وردوا لي الخبر.